بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أهلا بحضراتكم. اليوم هنتوقف مع علم من أعلام التلاوة ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، هو فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمة الله عليه. كان يلقب بسفير القرآن لأنه سافر لأكثر من 70 دولة وتلا فيها القرآن الكريم. من المحطات المميزة للشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه أنه قرأ القرآن الكريم في جوف الكعبة، احتل مكانة كبيرة وما زال يحتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض. شيخ الطبلاوي في مصر دولة التلاوة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعد الشيخ محمد محمود الطبلاوي سلطانا للتلاوة، وهبه الله أحبالا صوتية ليس لها نظير. سيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم عبر الزمان. رحم الله سلطان التلاوة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. برحب بحضراتكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بحضرتك. ضيف اليوم هو فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي أو سلطان التلاوة رضي الله عنه وأرضاه. أولا ماذا تقول عنه فضل الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه عليه الصلاة والسلام. الشيخ الطبلاوي رحمه الله تعالى، أمين يا رب، ولد في تلا من أعمال المنوفية 1934، يبقى إذن على أيام الثورة لما قامت 52 كان عنده 18 سنة. عرفنا بقى إيه يعني هو عاش فين، عاش الأجواء السياسي والاجتماعي اللي كان فيه. أبوه عايزه يبقى قارئ قرآن بأي طريقة، وكان الشيخ أكبر الولاد، أكبر الولاد سنا. في الوقت ده طريقة التربية الشايعة إنه أكبر الولاد سنا هو المسؤول عن تصرفات إخواته. بالظبط. يعني مش لا تزر وزرة وزر أخرى، لا تزر وزرة وزر أخرى، ده عند الحق سبحانه وتعالى. هنا سيئة عمر. لكن في التربية المنزلية القروية الكبير علشان يخلي إخواته يحترموا يبقى لازم نحاسبه. واد عمل حاجة من الصغيرين قوم يضرب الكبير اللي هو مش عارف هو الصغير ده عمل ايه وليه وانا مالي. مظبوط. فلما يجي الولد من دول يعمل غلط قوم الكبير يمنعه ويقهره ويسكته، فيقول انت مالك، الا انت بتتدخل، ده انت اخويا.
فانت مالك انت؟ يقول له لا ما انا اللي بتضرب. فيبقى ليه مبرر شرعي ان هو يكون الكبير بتاعه. نشأ الشيخ الطبلاوي رحمه الله في هذا الجو، والأب كان شديد عليه في قضية حفظ القرآن، فكان يراقبه ولما يجي من الكتاب يسمع له، ولما يروح الكتاب يروح معاه وهكذا. كان الله يرحمه بقى اللي علمه القرآن الشيخ غنيم الزاوي. غنيم الزاوي برضه كان شديدا عليه. فطلع الشيخ الطبلاوي وهو جاد في التعامل مع القرآن، وبدأ في النزول إلى مصر، الانبهار برفعت طبعا، محمد رفعت ومحمد الصيفي والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ مصطفى اسماعيل وهكذا. بدايته بقى جت ازاي؟ جت مع أم عمدة ميت عقبة. ميت عقبة اللي هي دلوقتي بقت جزء من من القاهرة الكبرى ومن الجيزة، كانت قرية مستقلة وليها عمدة. فأم العمدة مات، مين بقى اللي بينزل ويستدعى فيها؟ غنيم الزاوي اللي هو شيخه. خد الولد معه اللي هو سيدنا الشيخ محمد الطبلاوي وهو صغير. الناس أعجبت بيه غاية الإعجاب، وطبعا غنيم الزاوي عارف الكفاءة دي، ولذلك بيصاحبه علشان يشيل الليلة معاه، وكمان علشان يبدأ يتعرف على هذه الأجواء وكذا إلى آخر. طبعا ابتدى ينتقل بقى من تلة إلى القاهرة لما تمكن في إحياء الليلة والتانية والتالتة والرابعة، وابتدى يشيع ذكره في هذا المجال. الشيخ الطبلاوي رحمه الله تعالى راح يقدم في الإذاعة. يعني بقى المرحلة بقى المهمة بقى، المرحلة المهمة اللي بتنقله من دائرة إلى دائرة أخرى. اللجنة استمعت إليه واتبسطت وكل حاجة، بس قالت له انت ليك سنة عشان احنا عايزينك تتدرب على المقامات. طب ليه مش ست شهور زي باقي المشايخ كانوا بيبقوا ست شهور؟ لا، ما هو اغلبهم كان سنه. ست شهور وارد، لكن اغلبهم سنه، وبعضهم اقروا على طول. مظبوط. وفي بقى اللجنه راحت له يعني، وفي اللجنه 17 سنه يعني. المنشاوي بقى بالظبط. ايوه حبيب مولانا يعني. وصديق المنشاوي ابوه برضه اللجنه. أيوة. راحت له. الشيخ الطبلاوي راح قعد السنة وراح يدرس شوية المقامات وتظبطه ازاي ويعمله ازاي وكذا إلى آخره، وراح يمتحن تاني. قالوا بس سنة كمان إن شاء الله. نهار أبيض. ماشي، 7 سنين يا أستاذ. هو قدم سنة 60 للإذاعة، قعد لغاية 67، وهم في كل سنة يدوله سنة. ده مستقصدينه بقى كده؟ واخد بالك؟ ملهاش تفسير. فقال لك خلاص يبقى هم مش عايزين العبارة دي. مش عايزين. وراح ايه تارك المروحة. فالإذاعة عندها اللي حاصل انه في فلان اتقدم وكذا الى اخره، فده الميعاد بعد سنة. بعتوا له جواب. قالوا له يا اخينا انت ما جيتش. ما ردش على الجواب. السنة اللي بعدها قالوا له يا اخينا انت ما جيتش، ده احنا مستنيين. ما ردش على الجواب. السنه اللي بعدها فقال الله قبله واحد كان اسمه الاستاذ حافظ، يشتغل في اللجنه دي. قال له يا شيخ ده احنا ده بعتنا لك وانت مش بتيجي ما فيش. قال اعمل ايه اذا كنت انتم مصممين على ان انا ما ينفعش؟ 7 سنين كل سنة تقولوا لي حاجة جديدة. فانتوا يمكن انا مش عاجبكم ولا حاجة. قالوا لا، في مدارس في قبول الحكاية. الاولاد الناس الاساتذة الكبار اللي هم في المدرسة دي خلاص راحوا، ما بقوش في اللجنة، واللجنة بقى فيها دلوقتي علماء كويسين. تعال جرب معاهم ونشوف ايه الحكاية.
طيب معلش بقى، ممكن ناخد ايه اللي حصل في المره الثامنه اللي بيلتحق فيها باللجنه او بيختبر فيها سنه 70؟ سنه 70. نعم خلاص، بعد الفاصل ناخدها بعد الفاصل باذن الله. شكرا لحضرتك، ارجوكم خليكم معانا. يظهر هذه الموهبه وبدأ الناس تهتم بهذا، وعمل انقلابا في عالم التلاوه لدرجه ان الناس بدأت تصنف او تقيم القارئ على مقدار طول نفس هذا القارئ. الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يبدأ بقرار بيات ثم يصعد للرابعة ولا يقول رست، يقول بيات آخر، لأنه يعرف أنه ليس عنده الإمكانية في جواب الجواب فيصعد فقط إلى الجوابات وينزل. استخدم مقام البيات من كل الطبقات صوتي، استخدم السيكة، استخدم الصبا، كانت أغلب التلاوة دائما يتعرض لمقام الصبا. الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان دائما يقول جمل نغمية غريبة، يذهب إلى مقام ليس المقامات المتعارف عليها في مصر، ما يسمى بالمقام المخالف، وهذا مقام المخالف مقام من مقامات العراقية. دائما أسلوبه بسيط، بسم الله الرحمن الرحيم، يعتمد على يقولوا عليها القراء المشاوير الطويلة في الجملة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا النفس كان غريب، كان يقرأ بالسطرين والثلاثة والناس تنتظر الجملة متى ستنتهي، هذا الرجل من أين يأتي بهذا الكم من الهواء؟ فهل علينا بهذا الأسلوب وهذا الستايل؟ فنقول ده أسلوب تفرد به فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي القارئ المتميز. الطفل الموهوب هو اللقب الذي رافق شيخنا الجليل محمد محمود الطبلاوي منذ أن سمعه شيخ الكتاب بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة. تعلمت منه كأب حاجات كتير جدا، الصبر، الحكمة، قمة في التواضع وفي الأدب مع الناس وفي المعاملة. الله يرحمك يا أبويا. كده كان واخد على خاطره من اللجنه، قرر ان هو يروح تاني او اقتنع يعني بطلب اللجنه ان هو يروح قدامها تاني. بين سنه 70 مظبوط راح لقى الشيخ الغزالي قاعد ومعاه الناس يعني فعلا اللجنه اتغيرت، فاطمأن لهذا واجاد في الاداء فاعتمد في الاذاعه. اعتمد في الاذاعه يعني انتقل من دايره لدايره، بدل الدايرة اللي هي الناس القاعدة الشعبية أصبح ده صوته بيتجاوز إلى الدول المحيطة وإلى المكان. في هذه السنة انتقل عبد الناصر في سنة 70، نعم، وجه بعديه أنور السادات، وأنور السادات كان يحب صوت، أو لما سمعوا في الإذاعة كان يحب خالص مين؟ عم الشيخ الطبلاوي. وبعدين حصلت حاجات في حياة الشيخ الطبلاوي زي ما تقول ما حصلتش لحد قبل كده، من المنح الإلهية والأفضال الصمدانية، يعني حاجة تفرد الشيخ الطبلاوي بها. حضرتك دايما بتقول الكرامة المدخرة لحامل القرآن، الكرامة المدخرة
فكانت له كرامات بقى، مش كرامة واحدة مدخرة، من ضمنها ومن العجائب إنه هو سافر. ومين بقى كان الملك فيصل الله يرحمه؟ مات سنة 1975 لما قتله الولد المجرم ده. مظبوط. فتولى من بعده الملك خالد ابن عبد العزيز. في عصر الملك خالد الشيخ الطبلاوي سافر مع الشيخ عبد الباسط الى السعودية. عبد الباسط بقى صيت وكان ليه في الحرم بقى وحاجات زي، فاكر انت صورة والضحى وكذا طبعا الى اخره، يعني حاجة ايه سابق للشيخ في الزمن. فسافر معاه فلقاه الناس هناك والمسؤولين والحاشية بتاعت الملك والملك عارفينه، الله ده الشيخ الطبلاوي. جات له بقى الكرامة انه تلا في جوف الكعبة. الله، شيخ الطبلاوي تلا القرآن في جوف الكعبة. في جوف الكعبة. الشيخ كان طول حياته يفتخر بأنه قد قرأ في جوف الكعبة. الله الله. وفعلا دي مزية لم ينالها أحد، منح بقى ربانية بنقوله إيه وصمدانية وكرامة مدخرة إلى آخر. قالوا له اقعد في جوف الكعبة لما دخل وقعد وتلا القرآن. مش مجرد زيارة ودخول ويتبرك يصلي ركعتين ويصلي وكذا، صلى وكل حاجة ودعا وعمل وكده، ولكن قرأ من جوف الكعبة بحيث ان الناس اللي بره اللي هم بيتشوفوا يدخلوا بس مش عارفين يدخلوا سامعين صوت القرآن وهو ده خارج من ايه؟ من الكعبة. ده الجمال. فيعني يقول الشيخ الله يرحمه، يقول لي تقولش في الجنة طبعا، تقولش أنا في الجنة. الشعور بتاع جوف الكعبة ده قصة أخرى، مع صدى الصوت وإحساس بالجلال والرهبة. لا لا، ده هو في روحانيات بقى إنها محل نظر الله طبعا، دي نمرة واحد. وبعدين مجرب بقى الدعاء مستجاب، مفيش حاجة اسمه يتأخر للدرجة دي. أنا عندي تفسير للاستجابة أنها أن ربنا قابلها، والتنفيذ ده حاجة تانية. لا ده بتتنفذ بالتنفيذ، استجابة وتنفيذ، استجابة وتنفيذ. فدي مزية من المزايا اللي الشيخ ربنا أكرمه بيها، وبالقرآن اللي معاه، وبأنه هو أسعد وأمتع وأفاد الجماهير دي كلها. حتة تانية بقى أعجب من دي، أبو الحسن الندوي هناك في الهند فبيسمع الشيخ الطبلاوي. تمام. عارف مين وزير الأوقاف وهم في رحلتهم إلى الهند؟ زكريا البر الله يرحمه. فزكريا البري راجل عالم وأزهري ومسك وزارة الأوقاف، راح الهند. الطائرة اتأخرت شوية، اتأخروا نص ساعة، وهو عندنا حاجة اسمها الخمسة الدبلوماسية. خمسة الدبلوماسية يعني ايه؟ يعني انت تتأخر خمس دقايق لكن مش عشر، مش ربع ساعة، واخد بالك؟ صح. الخمس دقايق ده متأخر نص ساعة. زكريا لانه وزير وبتاع عارف البروتوكول ده، قال لهم طب وبعدين احنا كده داخلين على ابو الحسن الندوي والناس ملايين هناك مستنيينا، هتبقى ورطة، نعمل ايه نعمل ايه؟ نقدم الشيخ الطبلاوي. حل ذكي. فالشيخ لابس العمة والكاكولة وراحوا مصدرينه وهم وراه. فأول أبو الحسن الندوي ما شاف الشيخ الطبلاوي فعلا صحت المكراية بتاعت سيدنا الشيخ زكريا البري، وقال وصل الآن الشيخ محمد الطبلاوي على رأس الوفد المصري. خطف النظر وشغله، ما خدش باله من الوزير بقى وبتاعه مش عارف ايه، على رأس الوفد المصري فلنبدأ الاحتفال مرة أخرى. فراح عايد الاحتفال من الأول، لأن أمة لا إله إلا الله هناك لما تروح في الهند وعندنا مثلا مؤتمر كده عايزين نجمع الناس، تلاقي مثلا 2 مليون 3 مليون، مش بالالاف يعني. لا لا. ف
الشيخ دخل وقرأ وكله بقى سكت علشان يسمع الشيخ الطبلاوي وفاتت الحكاية دي. فأنا بس بدي لك الإذاعة بتعمل إيه؟ طبعاً الإذاعة بتجعل هؤلاء الناس في مكانتهم بالرغم إن في ناس كتير بس ما وصلوش للإذاعة، كفاءات كتيرة. دولة التلاوة في مصر عظيمة جداً، وكان رجلاً خيراً، ولذلك ترك مؤسسة تعمل الخيرات. كان تملي يتصل بي علشان إيه يعني دفع هذه الخيرات وكيف يتصل إلى المستحقين. كان رجل زي ما بيقولوا إيده فرطة، يعني كان يفعل هذا لوجه الله، عمل الخيرات كتيرة حتى هذه المؤسسة ما زالت قائمة إلى الآن. رحمة الله عليه، رحمة رحمه الله ورحمة الله. اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور. شكرا لك. شكرا لحضرتك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.